بعد جولة خارجية إلى منطقة الشرق الأوسط ودول الخليج، عاد مساء أمس إلى أرض الوطن صاحب الجلالة الملك محمد السادس مرفوقا بصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد في ختام زيارات عمل رسمية قادت جلالته إلى كل من المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية ودولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت.